طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. من موقع المصدر أونلاين: قاض في صنعاء يطرد محاميا من المحكمة. ومن موقع المشاهد نت: مليون كتاب مدرسي وصلوا تعز خلال أيام. صحيفة عربية: أساتذة جامعيون وقضاة انضموا إلى قوائم طالبي المساعدات في اليمن. موقع أخباري عربي يقول: اليمن يبدأ عامه الدراسي بلا تلاميذ. أهلا بكم. لكل محافظة معتقلوها، وفي كل محافظة أيضا أمهات يخرجن للبحث عن أبنائهن والمطالبة بإطلاق سراحهم. ففي تعز، وفقا لموقع الموقع بوست، أمهات المختطفين في تعز يندّدن باستمرار إخفاء الميليشيا لأبنائهن. وقال الموقع أن أمهات المختطفين نفذن وقفة احتجاجية في شارع جمال وسط مدينة تعز للمطالبة بإخراج أبنائهن من سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية. ونددت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية باستمرار الميليشيا الإنقلابية بإخفاء أبنائهن، كما وأدانت المشاركات في الوقفة تسببت الميليشيا بوفاة والدة المختطف منذ عامين محمد الصبري دون أن تتمكن من زيارة نجلها في سجون الميليشيا. وكان محمد الصبري الذي كان يعمل مهندسا في مؤسسة الاتصالات قد اختطف قبل عامين في إحدى نقاط الميليشيا الإنقلابية بمنطقة الحوبان شرق مدينة تعز أثناء عودته من أحد الأسواق هناك. عصر الانفصالات الجديد، تحت هذا العنوان كتب باسم الطويسي في صحيفة الغد، وأضاف الكاتب في فقرات المقال: يبدو أن عصرا جديدا في النزاعات الانفصالية بات يتشكل. ثمة موجة من الانفصالات تعصف بالعالم ولا تميز بين دول ديمقراطية، من المفترض أنها دشنت كيانات سياسية تاريخية لكل مواطنيها، وبين دول شمولية وشبه شمولية وأخرى انتقالية ما تزال حائرة. وتأخذ النزاعات الانفصالية للجماعات القومية والأثنية شرعيتها من الدعوات المتكررة لإجراء استفتاءات شعبية، مثل ما جرى في كردستان العراق وفي كاتالونيا في إسبانيا، وقبلها في اسكتلندا في المملكة المتحدة، وما هو على الطريق وآخرها إعلانات قادمة من جنوب اليمن عن النية لإجراء استفتاء انفصال آخر. بينما لا تزال تداعيات هذه الإجراءات التاريخية غامضة بين ميلاد كيانات جديدة بعضها غير قادر على البقاء والاستمرار، وبين موجة حروب جديدة علاوة على البؤر الانفصالية المرشحة للمزيد من السخونة. يتفاوت وصف النزاعات بين العبث بالجغرافيا التاريخية ومبدأ وحدة أراضي الدول وسيادتها وبين الحق في تقرير المصير إلى اليوم. لا توجد لدينا أطر نظرية واضحة الملامح تفسر ما يحدث في العالم، وسيبقى هذا الأمر لوقت ليس بقليل. وعلينا أن ندرك أن هذا الأمر حدث مرات في التاريخ، وهذا ما يفسره منطق الدورات التاريخية. بينما علينا البحث عن جذور هذه الأعراض في القواعد المؤسسية للأنظمة الدولية، وبالتحديد الجوانب الاقتصادية التي حكمت العالم على مدى نحو ثلاثة عقود مضت. موقع المصدر أونلاين عنون في صفحته الرئيسية: قاض حوثي يطرد محامي الدفاع من قاعة المحكمة التي يحاكم فيها 36 مختطفا. وقال مصدر قضائي إن رئيس المحكمة الجزائية الموالية لجماعة الحوثي طرد أعضاء هيئة الدفاع من قاعة المحكمة التي يحاكم فيها 36 مختطفا من رافضي انقلاب الحوثيين بتهمة مساندة التحالف العربي الذي تقوده السعودية. وذكر المصدر أونلاين أن القاضي أمر الجنود في قاعة محكمة أمن الدولة بطرد المحامين إلى الشارع وليس إلى خارج القاعة فقط. وأضاف أن القاضي المخول بالاستماع إلى جميع المرافعات شدد على منع دخول محامي الدفاع إلى القاعة، مشيرا إلى أن ذلك جرى بعد طلب هيئة الدفاع من القاضي السماح لإحدى الصحفيات بالحضور لتغطية وقائع الجلسة. ويحاكم الحوثيون أول دفعة من المختطفين في سجونهم بتهم تتعلق بالخيانة العظمى وتوزيع شرائح تساعد طيران التحالف على قصف الأهداف في العاصمة صنعاء
وعدد من المحافظات الأخرى، وكان قد حكم القاضي في أول الجلسات على بعضهم بالإعدام. ومن موقع يمن مونيتور، فشلت حكومة تحالف الحرب الداخلية الحوثي صالح للمرة الثانية في تدشين العام الدراسي الجديد، وظهرت الحكومة غير المعترف بها دوليا يتيمة في فعالية التدشين بإحدى مدارس العاصمة صنعاء. ونقل مراسل موقع يمن مونيتور سعي حكومة الحوثي إلى إطلاق العام الدراسي بشكل صوري من غير وجود كادر تربوي ومن مدرسة عائشة للبنات في صنعاء، حيث تظاهر عدد من المعلمين والمعلمات أثناء حضور رئيس حكومة الحوثيين عبد العزيز صالح بن حبتور للقيام بعملية التدشين. وأضاف المراسل أن المرافقين والحماية الأمنية لبن حبتور منعت الإعلاميين من تسجيل الهتافات والمظاهرات للمعلمين الذين صرخوا أين الراتب يا حبتور. واختارت حكومة الحرب مدرسة للبنات وتجاهلت مدارس البنين التي بدت فارغة خالية من الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد الذي أعلنت جماعة الحوثي عن إطلاقه رغم تعذره بسبب إضراب المعلمين لعدم تسليمهم مرتباتهم. إلى الصفحة الأولى من أخبار اليوم التي جاء في عناوينها: الاشتراكي يدعو دول التحالف إلى علاقات متكافئة مع شرعية واحترام استقلال القرارات، وعنوان من عدن: اغتيال نجل القيادي في المقاومة ورئيس مجلس الطوارئ في الصبيحة. وسياسيا: اجتماع مرتقب للرباعية لإحياء خطة كيريا التي تستهدف الرئيس ونائبه وبن دغر. ومن العناوين أيضا: الرئيس هادي بحث مع وزير بريطاني الجهود الرامية لإحلال السلام. يد روسيا تظهر في كل مكان في الشرق الأوسط. تحت هذا العنوان كتب نيكولاس جيفوستيف مقاله المنشور في ذا ناشونال انترسيت، وقال في فقرات من المقال: يستند النهج الروسي في المنطقة إلى إدراك أن الحلول طويلة الأمد ليست ممكنة حاليا، وبدلا من ذلك تنصب جهود موسكو حاليا على وضع سلسلة مؤقتة من التسويات، مناطق خفض النزاع في سوريا، ومحاولة إفشال دائرة الحكم الذاتي الكردي كأمر واقع في سوريا مع منطقة أمنية تركية، والمحافظة على توازن بين المصالح السنية والشيعية في سوريا وفي الأماكن الأخرى في المنطقة، وضمان قدرة إيران على الوصول إلى وكيلها حزب الله في لبنان، مع السماح لإسرائيل بتفعيل خطوطها الحمراء. ومن حيث الجوهر فإن روسيا تعرض رؤى لفضاءات نفوذ وموازين قوى تعود إلى القرن 19، حيث موسكو هي الشريك المفاوض الخارجي الموجود بدلاً عن واشنطن، مشتتة الانتباه التي تبشر برؤية القرن 21 غير المرتبطة بأي التزام فعلي بالموارد. ومن الخطأ افتراض أن الجهود الروسية مدفوعة فقط بمساع تتعلق بالمكانة والهيبة والتي تتعلق بالنظر إليها كقوة عظمى. إن موسكو تتوقع أيضاً أن تجني فوائد مادية من سياستها، وتعد منطقة الشرق الأوسط حاسمة بالنسبة لاستراتيجية روسيا الجيواقتصادية، حيث من المتوقع أن تحل تركيا بدلاً عن أوكرانيا كبلد ترانزيت لشحنات الطاقة الروسية إلى أوروبا، بينما تهدف الاستثمارات الروسية في العراق وليبيا إلى زيادة قدرة روسيا على إمداد أوروبا بالنفط. وفي الأثناء تريد روسيا خلق طريق شمال جنوب جديد يربط بين قلب الأراضي الروسية وبين الخليج العربي والمحيط الهندي. مستمرون معكم. وأكدت مصادر تربوية بمحافظة تعز اليوم لموقع المشاهد وصول دفعات جديدة من الكتب أو من الكتاب المدرسي لعدد من الصفوف الدراسية. وقالت المصادر إن مخازن مكتبة التربية بالمحافظة تستقبل منذ أسبوع بشكل مستمر دفعات من الكتب المدرسية. رئيس شعبة المشاريع وتجهيزات بمكتب التربية عادل طاهر قال إن الكمية الواصلة إلى مخازن مكتب التربية بالمحافظة أكثر من 1,000,000 كتاب مدرسي، على أن يتم وصول ما تبقى من الكمية المخصصة لطلاب تعز من الكتاب المدرسي في الأيام القادمة. وقال الموقع أنه يجري طباعة كمية أخرى في عدن لاستكمال العدد المطلوب. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. صحيفة البيان تعنون في صفحتها الرئيسية: بدء عملية قطع رأس الأفعى في صعدة. وقالت الصحيفة: قصفت قوات الجيش اليمني ضواحي صنعاء وسط أنباء أن عملية قطع رأس الأفعى بدأت من محافظة الجوف وتستهدف الوصول إلى مركز قيادة الانقلابيين الحوثيين في محافظة صعدة. وقالت مصادر عسكرية أن مدفعية الجيش الوطني قصفت مواقع ميليشيا الحوثي في منطقة نقيل بن غيلان المطل على ضواحي العاصمة صنعاء ضمن خطة لوصول هذه القوات إلى ضواحي المدينة بعد الانتصارات التي تحققت في جبهة مديرية نهم ووصول التعزيزات عسكرية إضافية إلى هذه الجبهة. وذكرت مصادر عسكرية للبيان أن مدفعية الجيش الوطني قادرة على قصف مواقع في صنعاء، إلا أن توجيهات القيادة تنص على منع أي خطوة من هذا القبيل حفاظا على حياة المدنيين. وعلى صعيد متصل بالعمليات العسكرية ضد الانقلابيين، كشف قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف أن المعركة التي يخوضها اللواء في أطراف محافظة الجوف هي امتداد للعملية العسكرية الرامية لقطع رأس الأفعى في قلب صعدة والتحام محور الجوف مع محور صعدة والوصول إلى جبال مران معقل المتمردين. في أحد عناوين صحيفة العرب الجديد: هكذا يتكيف اليمنيون مع أزماتهم الغذائية. وقالت الصحيفة: تزداد احتياجات اليمنيون الحياتية يوميا يوما بعد يوم، ويجدون أنفسهم متكيفين مع أزماتهم بكل الطرق المتاحة وإن أتت مضرة. ومع تصاعد الحرب في البلاد راح سكان كثيرون يحرمون من الخدمات الأساسية، لا سيما مع انعدام الدخل وقطع رواتب موظفي القطاع العام منذ 14 شهرا. فقد انضم كثيرون من أبناء الطبقة المتوسطة من أمثال أساتذة الجامعات والقضاة وكبار ضباط الجيش والأمن إلى قافلة المحتاجين إلى مساعدات إنسانية، وهو ما يؤشر إلى الوضع الكارثي للشريحة الفقيرة الكبرى في البلاد، وبالتالي معاناة اليمن من أكبر كارثة في انعدام الأمن الغذائي في العام منذ الحرب العالمية الثانية. موقع الهاف بوست عربي يعنون في صفحته الرئيسية: مستقبل 4.5 مليون تلميذ على المحك. طلاب اليمن في مناطق المتمردين خارج مدارسهم بأول يوم دراسي. وقال الموقع أن قاعات الدراسة في غالبية المدارس الواقعة في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين في اليمن بقيت خالية من تلاميذها في أول أيام العام الدراسي الجديد بسبب إضراب الأساتذة لعدم تسلمهم رواتبهم. وأضاف الموقع: وكانت المدارس اضطرت إلى تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد لمدة أسبوعين في ظل استمرار عجز المتمردين عن دفع رواتب المعلمين الذين لم يتلقوا مستحقاتهم منذ نحو عام. وقالت مديرة إحدى المدارس: فتحت أبواب المدارس، إن أراد الأساتذة الحضور فأهلا وسهلا بهم، لكن بقاءهم في منازلهم لن يمنعنا من استقبال الطلاب. وحرم توقف المدارس عن التعليم مئات الآلاف الأطفال من الدراسة لينضموا إلى نحو 1,600,000 طفل آخر لا يرتادون المدرسة منذ فترة ما قبل النزاع. محمد مصطفى العمراني كتب مقالا في جريدة السبيل الأردنية حاول فيه شرح الأسباب التي تقف وراء مداهمة مقرات حزب الإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام الماضية، وقال في جزء من المقال: المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى حسب تصريحات قياداته لاستعادة دولة الجنوب، وهو ما يعني فصل جنوب اليمن عن شماله، سبق وأن أعلن عن حل حزب الإصلاح في الجنوب واتهمه مرارا بدعم الإرهاب وهدد باجتثاثه. والسؤال الكبير الذي يطرح الآن من قبل المتابعين للأحداث في مدينة عدن من داخل اليمن وخارجه هو: هل يمثل حزب الإصلاح فعلا تهديدا للأمن في الجنوب؟ لكن هل يستطيع الإصلاح فعلا عرقلة التوجهات الجديدة للمجلس الانتقالي وقياداته في الجنوب وإفشال مشروع الانفصال والاستفتاء القادم عليه؟ من وجهة نظري، حزب الإصلاح الذي يمارس النشاط السياسي السلمي لا يهدد الأمن والاستقرار بعدن، إذ أن الحزب هو الضحية الأولى للعنف الذي طال قيادات من الحزب تم اغتيالها من قبل مسلحين مجهولين خلال الفترة الماضية.
كما تعرضت قيادات وأعضاء في الحزب بعدن للاعتقال والمضايقات، وتعرضت مقراته للحرق والنهب والتدمير. والحزب هو تنظيم سياسي سلمي لا يمتلك ميليشيا مسلحة تستطيع مواجهة قوات الحزام الأمني وفرض واقع جديد، ولا يقود الإصلاح كتائب مسلحة وما قامت به قوات الحزام من إيجاد أسلحة ووضعها ببعض مقراته ثم تصويرها، فهذه بإجماع الكل طريقة قديمة وغبية في محاولة تلفيق التهم. متظاهرون ينغصون على بوتين فرحة عيد ميلاده، عنوان تصدر العديد من المواقع. وقال موقع السي ان ان عربي إن الشرطة الروسية اعتقلت 290 متظاهرا في 26 مدينة مختلفة خلال مسيرات احتجاجية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوم ميلاده 65. واحتج آلاف المتظاهرين في مسيرات نظمها خصم بوتين السياسي الوحيد الناشط أليسكي نافالاني المسجون حاليا لفترة 20 يوم لتنظيمه اجتماعا عاما بدون تصريح رسمي. ويضيف الموقع طالب المتظاهرون بتقاعد بوتين وأطلاق سراح نافالاني. وتقول السي ان ان أعلى عدد من الاعتقالات أتى من مسقط رأس الرئيس الروسي سانت بورسبرغ، حيث اعتقل 68 شخصا، ومع ذلك فقد أطلق سراح العديد من المتظاهرين. في الأخبار المنوعة ما جاء في الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي، للمرة الأولى امرأة يابانية تبدأ العمل بالفعل كسائقة قطارات. وقالت الصحيفة إن يابانية بدأت عملها كسائقة للقطارات تابعة لشركة سكك حديدية في شمال شرقي البلاد، وهي المنطقة التي تعرضت لكارثة الزلزال وموجة المد العاتية تسونامي. وفي مراسيم احتفالية قصيرة قبل بداية عملها، تسلمت أوتسونيميا خطاب التعيين وبطاقة التعريف في مكتب رئيس الشركة في مياكاو، وقالت إنها سوف تجتهد لتصبح سائقة محبوبة. وقالت أوتسونيميا إن لديها شعور قوي بالمسؤولية كسائقة مكلفة بتأمين السلام لركابها، وأنها تأمل في المساهمة في إنعاش مجتمعها. ترامب والانقلاب على الانقلاب. تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله المشهور في الشرق الأوسط، مضيفا في جزء من المقال: مزق دونالد ترامب الاتفاق النووي السيء جدا مع إيران، اكتفى بهزه بقوة وهز معه الصورة التي حاولت إيران تسويقها على الصعيد الدولي بعد توقيع الاتفاق، أثار الشكوك وطرح علامات استفهام حول ما اعتبره سلفه باراك أوباما الإنجاز الأبرز في عهده. لم يكن الشق المتعلق بالاتفاق الجانب الأهم في كلام الرئيس الأمريكي، الجانب الأهم كان الرسالة المتضمنة في الكلام، وهي أن مشكلة العالم والشرق الأوسط مع إيران تتعلق بدورها خارج حدودها قبل أن تتعلق بحلمها النووي. وكأنه أراد القول إن الدور أخطر من القنبلة، وأن التفكير بالقنبلة ربما يهدف إلى حماية القدرة على الاستمرار في هذا الدور. أيقظ الرئيس الأمريكي ذكريات ووقائع كان أوباما يحرص على تناسيها، أعاد التذكير بالمحطة الدامية في العلاقات الإيرانية الأمريكية منذ انتصار ثورة الخميني، ذكر الأمريكيين بمشهد دبلوماسيهم رهائن في سفارة بلادهم في طهران على وقع هتافات الموت لأمريكا. بطرق مختلفة وثق مصورو صحيفة الديلي تيليغراف الأحداث التي شهدتها مناطق مختلفة من العالم. تابع الصور التي نشرتها الصحيفة لهذا اليوم.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بخير.